إذا نحن الآن في معبر باب الهوى، هذا المعبر الذي يعتبر الشريان الوحيد لشمال سوريا، حيث تدخل اليوم آخر قافلة المساعدات الأممية بموجب القرار مجلس الأمن 2642، وهي عبارة عن 11 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، وكان قد دخل في العام الفائت 14,000 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، منها 7,600 شاحنة من الأمم المتحدة. في المقابل صوت مجلس الأمن الدولي من جديد على تجديد المشروع لمدة 6 أشهر إضافية لإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى، ويعتبر هذا المشروع الجديد هو تأكيد القرار على دخول المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس. حفظ ترمان، حلب اليوم، على الحدود السورية التركية.